طبعا استكمالا لفيديو عزل الفدان، طبعا زي ما حضراتكم شايفين انتهينا من مراحل العازل الاسمنتي زي ما حضراتكم شايفين كده، وبدانا في العازل الافقي. تم الانتهاء من مراحل العازل الاسمنتي والمعالجه بالكامل، وبدانا في العازل الافقي زي ما حضراتكم شايفين. ده طبعا نوع العازل الافقي اللي شغالين بيه، سترونج كود 400 باص بشكل دي سي بي. طبعا في انواع كتير للابوكسي،